تعودنا رشا دائما بصباحنا نسلط الضوء على المؤسسات الخيرية. رح نحكي بمساحتنا الأخيرة عن فعاليات ومبادرات فريق عمرها التطوعي، هي المؤسسة الموجودة على أرض الواقع بكل حدث لحتى تقدم الدعم والمساعدة للمجتمع الأهلي وتحديدا فئة الشباب يلي لون اليوم حصة كتير كبيرة من هي المؤسسة يلي عم تدعمهم بكافة المجالات بفعاليات ببرامج بأنشطة لحتى يمكن تساعدهم لتطوير شخصياتهم وتهيئهم لسوق العمل. أكيد هذه اليوم عم نحكي عن ثقافة إنسانية كتير مهم نشرها بالمجتمع، وشفنا اليوم الشباب السوري كان على قد المسؤولية وكانوا متواجدين على الأرض بجميع الظروف اللي مرقت على بلدنا، سواء من الحرب على سوريا وبكورونا كارثة الزلزال وغيرها كنا عم نشوفه متواجدين. اليوم ايضا فريق عمرها متواجد لموسم الشتاء، اكيد في شغلات كثير مخباها كرمال يعمل مثل نحن ما نحن متعودين على الاجراءات اللي كانت تاخذها قبل كل موسم. ايضا اليوم نحن بالشهر الوردي، وايضا هو عنده شيء بيحضر للشهر الوردي بحملات بالتوعيه ضد سرطان الثدي. رح نشوف اليوم اخبار فريقنا لليوم شو عم يشتغلوا وشو محضرين لبكره. وظيفتنا لليوم هي الاستاذه رهف بدوي، عضو مجلس اداره مؤسسه عمرها. مرحبا، صباح الخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. بدايه استاذ رهف، خلينا نحكي عن مبادره دعم الشباب اللي عم تكون موجوده ضمن فريق عمرها. تمام، يسعد صباحكم. بالبدايه فريق عمرها هو فريق تطوعي تاسس بال 2015 على ايد مجموعه من الشباب الشغوفين بالعمل المجتمعي والعمل الانساني، وبعد سنوات من العمل على ارض الواقع والمبادرات قدرنا ان يتحول فريق عمرها تطوعي لنواة لمؤسسة عمرها، وترخصت بال 2022 وتابعة لوزارة الشؤون والعمل. توجهات مؤسسة عمرها هي إغاثي تنموي، فتوجهاتنا بالعمل الإغاثي في عنا قمنا بمثل الاستجابة لكارثة الزلزال وحملات شهر الخير اللي بنقوم فيها بكل رمضان، بتكون توزيع السلال الغذائيه ومي وتمر بوقت الافطار، وايضا ليله القدر قدمنا الالاف من الوجبات للمصلين، ايضا حمله ايه الذكر اللي بنقوم فيها بكل سنه بتكون تامين مستلزمات مدرسيه وتوزيع لطلاب المدرسه. بالحديث عن الجانب التنموي، فنحن بنركز على فئات أساسية واللي هي المرأة والطفل والشباب. هلا لدعم الشباب نحن أطلقنا ببداية سنة 2023 مبادرة شباب نجوب، حملت أكثر من فعالية، أحد هاي الفعاليات كانت مثل جمعتك عنا، قدمنا فيها قاعات مؤمنة بكامل المستلزمات، مكيفة ومخدمة بالكهرباء والإنترنت والطاولات طبعا، قدمناها كل جمعة بشكل مجاني للطلاب، لجميع الطلاب اللي هم حابين انه يدرسوا عنا. كان الإقبال عليها كتير كبير، كتير في حاجة نحن لمثل هي المبادرات طبعا. ومثل مشروع سبت اب يلي اطلقه فريق عمرها قبل فتره. سبت اب؟ سبت اب، تمام. هو سبت اب الاسم لحاله يعني غريب مميز يعني، خلينا بس نوضح معنى المبادره او ليش اخترتوا هذا الاسم. هلا سبت اب اجى من فكره انه نحن كل يوم لازم نقوم بخطوه جديده، او نحن لازم نطور حالنا بشيء، يعني مثل وقت اللي انت بتكوني حاطه جدول او روزنامه، فانه انت بتعملي تشيك على كل يوم انه انا اوكي عملت الخطوه اليوم يعني. فحبينا انه هيك يكون سبت اب، انه نحن السبت عنا انه عم نقدم شيء، عم تاخذ خطوه، عم تطور حالك. سبت اب لانه يعني مفهومه او اهداف المشروع سبت اب انه تقديم ورشات ودورات تدريبيه للطلاب بكل يوم سبت بشكل مجاني بالكامل. تمام. طب خلينا نروح للمبادرات اللي عم تشتغلوا عليها ضمن المؤسسه بالشهر الوردي ضد سرطان الثدي، شو اشتغلتوا على الارض رهف؟ تمام. هلا حملتنا للشهر الوردي حمله اسم كوني بخير،
هدفنا انه يعني هدفين، هو كان التوعية والفحص السريري. كانت على 3 مراحل تقريبا. اول مرحلة ببداية الحملة اطلقنا فعالية او جلسة توعوية بالشراكة مع العيادات الخاصة بمنطقة دف الشوك. كان في جلسة توعية لأكثر من 50 سيدة، طبعا قدموها الدكاترة المختصين، وبنهاية الجلسة تم الفحص السريري من قبل الدكاترة للخمسين سيدة. وقدمنا بعض الهدايا والإرشادات الصحية بنهاية الجلسة. الجلسة الثانية كانت كمان بالتعاون مع مركز دمر الطبي وجمعية الحرف السورية، قدمنا جلسة توعية أيضا قدموها المختصين والدكاترة ولأكثر من 75 سيدة، وتم اختيار 20 سيدة قدمنا لهم الفحص السريري بشكل مجاني وأيضا بعض الهدايا. هلأ نحن كمان توجهنا للتوعية عبر السوشيال ميديا، فنزلنا بوستات وفيديوهات بتنوه على التوعية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، أيضا بالإضافة لبعض الإرشادات والنصائح الطبية اللي ممكن السيدة تقوم فيها بالمنزل بما يسمى الفحص الذاتي لتضل محافظة على صحته. أكيد تمام. تفضلي. كمان باليوم العالمي للصحة النفسية قام قسم تمكين المرأة بالتعاون مع وزارة التربية، رحنا على مدارس ثانويات للبنات. حلو. وقدمنا جلسات توعية لأهمية الصحة النفسية خصوصي بهذا العمر لليافعات، هن بمرحلة المراهقة يعني، فكتير مهم لإلهم يعني يكونوا أصحاء نفسيا، يعرفوا أهمية الصحة النفسية بالنسبة لإلهم. وفعلا كتير مهمة هي المبادرة، ونحن بحاجة إلى أكيد أولاد طلابنا. خلينا نحكي كمان، أكيد في مبادرات جديدة عم تتحضر اليوم للشتوية، خلينا نوضح شو الجديد. طبعا اكيد حملة الشتوية هي من الحملات الأساسية اللي بيقوم فيها فريق عمرها بكل شتوية بكل سنة. مبدئيا نحن بعد فترة بسيطة رح نطلق حملة تبرعات للشتوية، رح تكون حملة التبرعات رح تغطي احتياجات المجتمع والمستلزمات اللي بحاجتها للشتاء من تدفئة وصوبيات وملابس للشتاء. طيب خلينا نروح رهف لنحكي عن نقطة كتير مهمة، وهي ثقافة نشر العمل التطوعي عند الشباب والصبايا. خلينا نحكي اليوم عن إقبال الشباب والصبايا على هيك نوع من العمل، خاصة وقت اللي نحن بنقول تطوعي. اليوم نحن ما عندنا مقابل مادي، ونحن اليوم عم نمرق بظروف، يعني طالب الجامعة عم يدرس وعم يشتغل شغل تاني. اليوم كيف عم تشوفوا هذا الإقبال، وقد اليوم مهم نشر ثقافة العمل التطوعي الخيري بلا مقابل؟ أكيد صراحة ما فيني خبرك عن الإقبال الكبير، ما فيني خبرك قديه يعني قديه حلوين يعني إنه في عدد كبير؟ إيه في طبعاً كثير عدد كبير، يعني نحن تقريباً قبل شهرين فتحنا استمارة التطوع واستمرت ليومين مو أكثر يعني، فإجانا بحدود بين 1800 و2000 متطوع يعني. آخر شيء طلعنا نحن إنه نسكر الاستمارة يعني، وصلنا بحدود الشهرين ونص نحن عم نعمل مقابلات. الحماس كتير كبير يعني، الحماس الشباب والصبايا كتير كبير، كتير متابعين لهذا العمل التطوعي يعني. بدي أقول لك شيء، أغلب المقابلات يعني نحن عم نعملها للشباب، الكل عم يحكي لنا إنه قدي حبينا مثلاً الاستجابة الطارئة اللي عملتوها وقت زلزال حلب، قدي كنا عم نتابعكم بشغف، قدي كنا فخورين فيكم، قدي كنا نحن مبسوطين إنه في شباب سوري قادر يقدم شيء بمثل هيك كارثة وهيك يعني شيء طارئ إنه ما كان مخطط له. ما قدي لهم بكبروا القلب وقت بتشوفي هذا الشباب إنه رغم كل الظروف راح لي العمل الغير مادي، يعني مع انه اليوم مثل ما قلنا ظروف كثير صعبه. واليوم يعني انتم في رقم معين رح تشتغلوا عليه او لا الارقام مفتوحه عندكم كعدد متطوعين؟ طبعا هلا كثير بكبروا القلب يعني، دائما طبعا هن يعني اغلبهم عم يكون طلاب جامعه يعني،
ففي عندهم وقت لجامعتهم وفي وقت اذا هن قادرين انه يشتغلوا نعم. وبالاضافه لهيك هن حابين يقدموا شيء مجتمعي شيء انساني فاي كثير كثير هذا الشيء مهم كثير مهم نشر ثقافه التطوع. بالنسبة للأعداد نحن دائما في عنا فعاليات دائما عم ندرس احتياجات المجتمع دائما في عنا خطط سنوية مقدمة بكل سنة للفعاليات القادمة للفعاليات اللي نحن منظمينها بكل السنة فدائما نحن بحاجة أعداد متطوعين تقريبا نحن بنفتح استمارة التطوع كل سنة. تمام. واليوم يمكن قبل أي مبادرة أو فعالية عم تطبقوها اليوم على أرض الواقع أكيد في عندكم داتا معينة في تجهيزات بتحضروا لها لحتى تمشوا بهي المبادرة. خلينا نحكي عن آلية العمل اليوم عن الفريق ضمن مؤسسة عمرها. تمام. بالنسبة للفريق فنحن الفريق في هيكل تنظيمي مقسمين لأقسام. في عنا قسم تمكين المرأة، قسم حماية الطفل، دعم الشباب، القسم الإعلامي، القسم التقني وكثير من الأقسام. قسم الاستشارات القانونية أنشأناه من فترة بسيطة. في القسم الطبي. طبعا كل قسم من الأقسام هو في له مهام، في له مسؤوليات، في عنده عمل بشكل يومي وعمل كثيف يعني. وفي له مبادرات وفي بيقدم فعاليات كتير كبيرة يعني. طبعا بتكون كلياتها بشكل منظم بعد دراسة احتياج المجتمع وبعد الوضع بعين الاعتبار. طبعا الفعاليات اللي نحن هي فعاليات أساسية بنقوم فيها بكل سنة مثل فعاليات شهر الخير، فعاليات حملة الشتاء، فعاليات آية الدقر، بالإضافة للفعاليات اللي ممكن تجي كشيء إغاثي. تمام. طيب هدول الفعاليات اللي ذكرتيها راح في اليوم يعني كرمال تصل لإلي ولكل حدا اليوم بيستاهل انها تصل له كرمال توصلوا للناس الحاجة والأكثر حاجة ضمن فعالياتكم اليوم. في طريقة إعلانية أو إعلامية لفكرة المبادرة اليوم كيف عم تشتغلوا؟ هل فقط على السوشيال ميديا أو عم تروحوا للشيء الخارجي يعني تسويق خارجي لفكرة المبادرة؟ تمام. هلا نحن في عنا موقع فريق عمرها عبر على الانترنت بننشر عليه انجازات الفريق وانجازات المتطوعين، ايضا عبر السوشيال ميديا صفحه فريق عمرها التطوعي على الفيسبوك وعلى الانستغرام. بالاضافه لنحن من بدايه الحمله وقت اللي بنبلش ندرس احتياجات المجتمع فنحن بنكون موجودين على ارض الواقع وموجودين دائما بين الناس وحتى الاشخاص دائما بيكونوا يعني مثل الطلاب اللي نحن عم نقدم لهم هلا سبت اب وعم نقدم لهم جمعتك عنا ومبادره شبابنا جو. فدائما بتلاقي على التعليقات وحتى بالمركز انه عندهم فضول انه شو حتقدموا السبت القادم، شو حتقدموا لنا بالحملات القادمه والفعاليات. تمام. وخلينا نحكي كمان ونركز على الكوادر التدريبيه اليوم اللي عم تكون موجوده بالمبادرات بالدورات التدريبيه والتفاعليه لدعم الشباب وتهيئتهم لسوق العمل. هل هدول الكوادر التدريبية هنن أشخاص أكاديميين عندهم خبرة مناسبة اليوم لحتى يعطوا هدول الطلاب من خبرتهم؟ طبعاً أكيد الكوادر كلياتها أشخاص مؤهلين لأنه هن يقدموا ويعطوا من خبرتهم، أشخاص عندهم خبرة كبيرة بالمجال اللي هن عم يقدموه ومميزين أيضاً. طيب رحاف خلينا نحكي عن موضوع التشبيك مع المؤسسات الأخرى أو مع الجمعيات الأخرى اليوم. أكيد مهم هذا التشبيك وخاصة بالطوارئ وقت اللي بيكون في حدث طارئ أنت اليوم مضطرة تقعدي ويكون في تشبيك بينك وبين فريق آخر. خلينا نحكي عن أهمية التشبيك واليوم نحكي عن تعاون المحافظة معكم، الخدمات التسهيلات اللي عم تتقدم لكم. أكيد التسهيلات كتير كبيرة والدعم من قبل وزارة الشؤون والعمل ومحافظة دمشق مشكورين. التسهيلات كتير كبيرة يعني مثل وقت الاستجابة الزلزال نحن فورا خلال نص ساعة كانت الموافقة موجودة عنا. أغلب فعالياتنا نحن فورا تطلع الموافقات يعني حرفيا أنه بس تسهيلات بالضبط. أهمية التشبيك دائما مهم بكل فعالية، مهم التشبيك مع الجمعيات والمؤسسات المجتمعية. نحن عندنا كمان إيفنت قادم رح يكون ب 5/12
لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، رح نعمل شيء لمناهضة العنف ضد المرأة. الإيفنت كتير كبير وحيكون فكرته مميزة، فينا ناخذ منا شيء نحرق لك الفكرة. هلا الفكرة لساتها قيد الإنشاء ولساتنا عم نشتغل عليها، بس فيني أقول لك إنه هي بالشراكة مع طلاب الفنون الجميلة، طلاب كلية الفنون الجميلة والمعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة لبعض المؤسسات المجتمعية رح نعلن عنها بعد ما يتم الاتفاق إن شاء الله. ويمكن لجانب يعني الأمور اللي عم تشتغلوا عليها أكيد اليوم في صعوبات، خلينا هيك بالختام نذكر شو الصعوبات أو التحديات اللي عم تواجهكم اليوم كفريق ضمن مؤسسة عمرها. أحد هاي التحديات هي الظروف طبعاً الاقتصادية اللي عم نمرق فيها أغلب الأشخاص وأغلب الشباب طبعاً بالتأكيد، ومثل لهلأ مثلاً بالنسبة لهلأ في الوصول على السوشيال ميديا، تقييد الوصول عم يكون في صعوبات، بس دائما بهمة المتطوعين، بهمة الأشخاص اللي هن حابين يقدموا شيء إنساني مجتمعي، كمان بالمحبين للفريق واللي الأشخاص اللي بيضلوا بيتابعوا، فعم يكون الوضع أسهل إن شاء الله. هيك هي الصعوبات تتسهل لكم ولجميع الناس، وتكون الأيام القادمة تحمل الخير لكل حدا ولكم. تحياتنا من خلالك لكل شباب وصبايا فريق عمرها لليوم، نتمنى لكم كل التوفيق، ونحن أكيد إعلاميا رح نبقى معكم. يمكن هذا أكثر شيء فينا نقدمه اليوم، أنه نحن نظهر اليوم الجانب الإنساني التنموي الإغاثي اللي عم تشتغلوا عليه. شكرا رهف لحضورك. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا فيك رهف، نورتي صباحنا. أهلا.